السلام عليكم يا جماعة. دلوقتي هنتكلم على part 2 من الالديهايدز والكيتونز. في part 1 اتكلمنا على ال nomenclature، اول حاجة الجنرال فورمولا بتاعتهم، بعد كده النومنكليتشر بتاعتهم والميثودز اوف سينثيسيس، وشفنا ان هما بيتحضروا من 4 other classes. كان الاذر كلاسز هما الالكولز باي اوكسيديشن، بس لازم يبقى سيلكتيف اوكسيديشن في حالة الالديهايدز، وفي حالة الكيتونز كان ممكن نون سيلكتيف او سيلكتيف، اللي يريحني. بعد كده اخذنا من الاسيد ديريفاتيفز، لان الاسيد نفسها ما ينفعش، باي ريدكشن من الاسيد ديريفاتيفز، وقلنا بالنسبه للالديهايدز كان الدايبال من الاستر والرازمنت من الاسيد هالايدز. بالنسبه للكيتونز قلنا ممكن نستخدم جرينيرد، بس المشكله في جرينيرد انه بيكمل التيرتشري الكولز، فقلنا الافضل في حاله زي دي كان الداي الكال كادميوم مع الاسيد هالايدز، والاسترز بلاش ان انا احاول احضرهم منها بدايركت رياكشن مع الجرينيرد. بعد كده الثيرد كلاس كان الالكاينز، وقلنا اعمل هايدريشن سواء بالماركونيكوف او الانتي ماركونيكوف. واحد فيهم كان بيديني الالديهايدز اللي هو بيدي التيرمينال اللي هو كان الهايدروبوريشن او الانتي ماركونيكوف، والتاني كان بيديني الكيتونز اللي هو الريجولر هايدريشن العاديه خالص اللي بتمشي بالماركونيكوف ميكانيزم. اخر طريقه كانت من الجيرمينال داي هالايدز سواء كانوا تيرمينال او نون تيرمينال. لو كانوا تيرمينال كان اللي بيحصل ان هما بيدوني الديهايدز، ولو كانوا نون تيرمينال بيدوني كيتونز، وده كان بيتم من خلال هما فيرست يدوا الجيرمينال داي اولز اللي هي انستابل وبتفقد مالكيول اوف ووتر وتديني الالديهايدز والكيتونز. وقلنا في طريقه مش جنرال تخص بس الاروماتيك كيتونز اللي هي الفريدل كرافت اسيليشن اوف البنزين. احط الاسايل هالايد او الانهيدرايد على البنزين في وجود الالومنيوم كلورايد، كان يركب لي كربونيل جروب على البنزين ماسكه في الار بتاعه الاسيد اللي انا استخدمته. وبعد كده اتكلمنا على الفيزيكال كاركترز بتاعتهم، وقلنا ان هم they are capable of making hydrogen bond by themselves، لكن they can accept hydrogen bond من المولكيولز اوف ووتر، وبالتالي ده بيخلي السوليتي بتاعتهم احسن شويه من الالكينز، لكن الميلتنج والبويلنج بوينتس بتاعتهم ما بتتاثرش. بعد كده بنتكلم على الرياكشنز بتاعتهم في البارت 2 بتاعنا دلوقتي، هنتكلم على الرياكشنز بتاعه الالديهايدز والكيتونز. بالنسبه للرياكشنز بتاعتهم زي ما قلت لك في الانترودكشن بتاعه اول بارت، انت معاك كربونيل. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انت معاك C وعليها double bond O، والمفروض ان C شايلة partial positive والأكسجين شايلة partial negative، بالتالي الرياكشنز بتاعتك اغلبها مرتبطة بالpartial positive اللي على الكربونيل دي. قلنا اسهل حاجة انك تعمل nucleophilic attack، وبالتالي اول رياكشن عندك خالص هي nucleophilic addition reactions. تاني حاجة ممكن بعد ما تعمل النيوكليوفيليك اديشن ما توقفش وتبقى followed by loss of water، وفي الحالة دي تبقى بتعمل actually condensation. يعني ممكن تعمل اديشن للنيوكليوفايل وتقف، وممكن لا بعد ما تعمل اديشن للنيوكليوفايل تفقد مولكيول اوف ووتر وتبقى في الحالة دي بتعمل condensation. الثيرد رياكشن بتبقى نتيجة للألفا هيدروجين للكومباوندز ديت بيكون أسيدك، فالرياكشنز ديوتو الأسيديتي بتاعة الألفا هيدروجين ده. ليه أسيدك؟ تعالى فكر معايا كده، آدي الكربونيلة أهي، لو أنا ماسكة هنا كربون وعليها هيدروجين، لو الهيدروجين ده حطيت بيز وسحبه هيسيب مكانه إيه تشارج؟ هيسيب مكانه نيجاتيف تشارج على الكربون. النيجاتيف تشارج دي از ستابلايزد باي ريزونانس مع الكربونيل، وبالتالي الهيدروجين الالفا للكربونيل كومباوندز بيكون اسيدك، وبناء عليه بنقدر نعمل رياكشنز ديو تو الاسيديتي بتاعت الالفا هيدروجين. واخر رياكشن مشهوره قوي عندنا الرادوكس رياكشنز. احنا متفقين ان الالديهايدز والكيتونز خصوصا الالديهايدز كمان اكتر بتعتبر خطوه في النص ما بين الالكولز وما بين الاسيدز، وبالتالي ممكن اعمل لهم اوكسيديشن رياكشنز وممكن اعمل لهم ريدكشن رياكشنز. يبقى قلنا انواع الرياكشنز اللي عندنا للالديهايدز والكيتونز، يا اما اعمل نيوكليوفيليك اديشن
على الكربونيل واكتفي بذلك، افتح الدبل بوند واسكت على كده، يا اما اعمل نيوكليوفيليك اديشن فارد باي لاس اوف مولكيول اوف ووتر ويبقى دي كوندنسيشن رياكشن، ويا اما اعمل اديشن نتيجه للالفا اسيتيك هيدروجين او اوكسيديشن ريدكشن رياكشنز. تعال نشوف كل تايب من التايبس دي من الرياكشنز. بالنسبة الأول للنيوكليوفيليك أديشن للكربونيل كومباوندز، سواء كانت أديشن وبنسكت أو أديشن فولد باي الإليمينيشن، نمسك أول خطوة اللي هي الأديشن بروسيس أو الأديشن ستيب للكربونيل جروب. المفروض زي ما اتفقنا إن أنت عندك الكربونيل بتاعتك أهي عبارة عن سي وعليها دبل بوند، فالمفروض إن هي شايلة بارتشر positive نتيجة للإلكترونيجاتيفيتي بتاعت الأكسجين، والأكسجين شايلة partial negative. فلو أنت معاك strong nucleophile قوي، هيجي يعمل attack على الكربونيل وبعدين يقوم فتح لي الدبل بوند، بقت C ماسكة في O والنيوكليوفايل مسك فيها والأكسجين بقت شايلة negative، تاخد بروتو من الميديوم وتبقى OH، وغالبا البروتون ده كان ماسك في النيوكليوفايل. طيب افترضنا ان النيوكليوفايل ده كان سترونج اساسا، اللي انا بتكلم عليه، افترضنا ان النيوكليوفايل بتاعك كان ويك نيوكليوفايل، النيوكليوفايل بتاعك كان ضعيف، ايه اللي هيحصل؟ از ويك نيوكليوفايل هو ما عندوش القدره ان هو يهاجم بارتشر بوزيتيف، الويك نيوكليوفايل ما يهاجمش غير بوزيتيف حقيقيه فول تشارج. فالحل ايه؟ الحل ان انت تحط معاه اسيد ميديوم علشان الاسيد يجي يعمل بروتونيشن، المفروض ان انت الاكسجين عليها لون بير اوف الكترونز، يقوم جاي الهيدروجين بتاع الاسيد يعمل بروتونيشن للكربونيل بتاعت سوري الاكسجين بتاعت الكربونيل، تقوم الدبل بوند تفتح بقى عندك سي عليها او اتش. يبقى انت كان عندك الاول الكربونيل اهي والاكسجين شالت بوزيتيف لما حصل لها بروتونيشن، تقوم جايه فاتحه تقوم عطيالك سي وعليها او اتش. مين اللي يشيل البوزيتيف دلوقتي؟ الكربون، الكربون دي بقت شايله بوزيتيف. يقدر بقى هنا النيوكليوفايل الضعيف الويك نيوكليوفايل انه يجي يعمل اتاك، فيبقى النيوكليوفايل دخل على السي اللي ماسكه في الاو اتش. لو تبص تلاقي البرودكت بتاعك واحد، سي اتفتحت الاكسجين، اتفتحت الدبل بوند اللي بينها وبين الاكسجين، والاكسجين اخذت هيدروجين والنيوكليوفايل مسك في السي. الفرق ما بين الميكانيزم بتاع السترونج نيوكليوفايل والويك نيوكليوفايل ايه؟ بس وجود البروتون. العمليه كلها مرتبطه، الدبل بوند هتفتح امتى؟ بعد الاتاك بتاع النيوكليوفايل ولا قبل الاتاك بتاع النيوكليوفايل؟ لو النيوكليوفايل بتاعك is a strong nucleophile يبقى هو is capable of attacking a partial positive، مش محتاج full positive ولا حاجة، بالتالي بيعمل attack على الكربون بتاعت الكربونيل، وبناء عليه الدبل بوند تفتح ويديني النيوكليوفايل ماسك في الكربون والأكسجين شالت negative charge، تاخد الهيدروجين أو البروتون اللي كان ماسك في النيوكليوفايل. وهنا انا مش محتاجه احط اسيد ميديوم. لو انا شايفه ان النيوكليوفايل بتاعي از ويك نيوكليوفايل، فانا ببقى عارفه ان هو ات كانوت اتاك البارتشر بوزيتيف وبيحتاج فول بوزيتيف، فالحل ان انا احول البارتشر بوزيتيف اللي هنا دي لفول بوزيتيف تشارج. ازاي؟ باني افتح البوند دي. ايه الطريقه اللي تخلي البوند دي تفتح؟ ان انا شايل الاكسجين بوزيتيف. ازاي؟ باني احط اسيد ميديوم يعمل بروتونيشن للون بير اوف الكترونز اللي على الاكسجين زي ما مش انت شايف قدامك كده، فتقوم البوند فاتحه. وانس البوند فتحت الكربون شالت بوزيتيف، هنا الويك نيوكليوفايل قدر يعمل اتاك. مين هم السترونج نيوكليوفايلز؟ اي حاجه شايله فول نيجاتيف تشارج. مين هم الويك نيوكليوفايلز؟ اي حاجه شايله بارتشال نيجاتيف او شايله لون بير اوف الكترونز. يعني لو حبينا ناخد examples لهنا، الهيدروكسيد is a strong nucleophile، الالكوكسيد is a strong nucleophile، السيانايد is a strong nucleophile. أي حاجة شايلة full negative charge هتبقى is a strong nucleophile. طب أي حاجة شايلة lone pair of electrons زي إيه؟ الالكول بدل الالكوكسيد بقى يبقى الكول، الووتر، الأمينز، النيتروجين بتاعت الأمينز، كل الحاجات دي شايلة lone pair of electrons،
ففي الحالة دي بتتعامل معاملة الويك نيوكليوفايل، وبالتالي بضطر احط معاها اسيد ميديوم عشان اعمل بروتونيشن الاول للاكسجين بتاعة الكربونيل علشان الدبل بوند دي تفتح، وبعدين الكربون تشيل بوزيتيف تشارج عشان الويك نيوكليوفايل يقدر يعمل اتاك. يبقى تاني اعيد الكلام، في السترونج نيوكليوفايل الاتاك الاول وبعدين الدبل بوند تفتح، في الويك نيوكليوفايل الدبل بوند تفتح الاول وبعدين النيوكليوفايل يعمل الاتاك بتاعه. حلو قوي الكلام. قبل ما ندخل في الرياكشنز نفسها نشوف الفاكتورز اللي ممكن تاثر معايا في حاله زي دي. ايه اللي يخلي حاجه مور رياكتيف عن الثانيه؟ ايه اللي يخلي كربونيل مور رياكتيف عن الكربونيل الثانيه towards this type of reactions؟ مبدئيا انت عايز ايه في الرياكشن ديت؟ انت المفروض ان انت عايز تعمل اتاك من نيوكليوفايل على الكربونيل. طيب الاتاك من النيوكليوفايل مرتبط بحجم البوزيتيف تشارج اللي على دي، كل ما كانت البارشل بوزيتيف عاليه، كل ما كانت البوزيتيف اللي موجوده على الكربون دي عاليه، كل ما كان الاتاك بتاع النيوكليوفايل سهل. كل ما البوزيتيف دي قلت كل ما النيوكليوفايل قعد يفكر بقى والله مش مزنوقه قوي للالكترونز للدرجه دي، البوزيتيف اللي عليها مش جامد، سرقه الالكترونز اللي الاكسجين سرقاها متعوضه، في حاجه معوضاها. طيب الكربونيل ثابته فيهم كلهم، طب امال ايه بقى اللي يفرق؟ اللي يفرق اللي هيمسك في الكربونيل، الارات اللي هتمسك هنا. كل ما الارات دي كانت دونيتنج بتدي الكترونز يبقى كانت بتقلل البوزيتيف اللي على الكربون، وبالتالي تقلل الرياكتيفيتي بتاعه الكربونيل ديت. في نفس الوقت لو كانت الار دي الكترون ويذ دروينج جروب بتشد الالكترونز، يبقى في الحاله ديت بتزود البوزيتيف تشارج اللي على الكربون ديت، وبالتبعيه بتزود الرياكتيفيتي. طيب تعالى بقى نشوف الكلام دوت على الواقع يبقى عامل ازاي. لو انت عندك الالديهايدز والكيتونز، تعال نقارن الاول الالديهايدز بالكيتونز. ادي الالديهايدز، في هنا R وفي هنا H، وادي الكيتونز، في هنا R وفي هنا R. في حالة الالديهايدز الR دي بتدي، لكن الهيدروجين ده ما بيديش. في حالة الكيتونز الR دي بتدي والR دي بتدي، يبقى مين البوزيتيف عليه أكتر؟ طبيعي البوزيتيف على اللي بياخد من ناحية واحدة أكتر شوية من على اللي بياخد من الناحيتين، دي في اتنين بيدوها، بالتالي يبقى البوزيتيف هنا واطي، وبالتالي يبقى البوزيتيف في الألديهايدز عالي، يبقى بالتالي مين المور رياكتيف؟ احنا قلنا كل ما البوزيتيف زادت كل ما الرياكتيفيتي زادت، بالتالي الألديهايدز ار مور رياكتيف ذان الكيتونز. في فاكتور ده كده اسمه الالكترونيك فاكتور، في فاكتور تاني اسمه الستيريك فاكتور. الستيريك فاكتور مجرد ان هنا الار دي R واحدة بس في حين الاتش صغيرة، في حين هنا في 2 R. طبعا الكلام ده مش منطقي قوي لسبب بسيط. ايه هو؟ المفروض ان انت عارف كويس قوي، المفروض زي ما انت عارف ان الكربونيل بتاعة الالديهايدز والكيتونز الكربون بتاعتها is an sp2 كربون. يعني ايه sp2؟ انت المفروض حافظ ان ده معناها ان هي it's a planar structure، يعني لها plane واحد، يعني 2D. بالتالي هي والار دي والار دي they are on the same plane، كأنهم ورقة كراسة. فاللي بيحصل ان النيوكليوفايل بتاعك لما بيجي بيعمل اتاك، بيعمل اتاك يا اما من الاباف بلين يا اما من البيلو بلين، يعني يا من فوقها يا من تحتها، بالتالي ملوش دعوه ابدا بالبالكينس بتاعت الار دي والار دي، وسواء واحده فيهم اتش او الاثنين اتش او الاثنين ار، المفروض انه ما يفرقش معاك كتير. امال احنا ليه بنقول الستاتيك فاكتور؟ عشان انت بعد ما هتعمل الاديشن هتكون sp3 كربون. ال sp3 كربون دي كل ما كانت السبستيتونس اللي حواليها اصغر شويه كل ما كانت مور ستيبل، كل ما كانت السبستيتونس اللي حواليها كبيره كل ما ده صعب في الستابيليتي بتاعتها. الستاتيك فاكتور بيدخل معايا بعد الرياكشن مش قبل الرياكشن. بعد الرياكشن الكربون بتبص، قبل ما تدخل الرياكشن بتبص انا بعد ما هعمل الرياكشن دي هيبقى شكلي عامل ازاي؟ لا ده انا هبقى شايله تقيله قوي، هو انا مش كفايه عليا اوريدي في 2 ار ماسكين فيا؟ لا كمان همسك في نيوكليوفايل وابقى اس بي 3 شايله كربون وكربون ونيوكليوفايل واتش كده كتير قوي.
انما بتاعت الالديهايد بتقول والله انا هبقى شايله واحده اتش، طيب حلو مش مشكله، يعني هبقى شايله كربونايه واو اتش ونيكلوفايل، وفي اتش بتخف عني الشيله شويه، في ناحيه خفيفه شويه، فهنا بيدخل الستيريك فاكتور، بس اثره مش عالي. اللي فعلا اثره عالي عندي هو الالكترونيك فاكتور، هو ده اللي مهم قوي معايا. نعيد تاني الالكترونيك فاكتور، نقول يعني ايه؟ قلنا يعني انا عايزه البوزيتيف اللي على الكربون دي تبقى عاليه، بالتالي مش عايزه حاجه تديها، بالعكس انا عايزه حاجه تسحب منها، مش عايزه الكترون دونيتنج جروبس تمسك فيها، انا عايزه الكترون ويذدروينج جروبس تسحب منها، عشان كل ما بسحب منها كل ما بزود البوزيتيف عليها، بالتالي النيوكليوفايل يجي ويعمل اتاك، تبقى هايلي رياكتيف، تبقى عليها بوزيتيف عاليه قوي، تبقى خلاص هتتجن بقى عايزه الكترونز، فاي نيوكليوفايل معدي تشده وتتفاعل معاه. انما لو البوزيتيف اللي عليها مش عاليه قوي للدرجه دي ما بتتلككش عشان تتفاعل مع النيوكليوفايلز، بالتالي بتقعد وبتستنى لما يجي نيوكليوفايل على مزاجها، فتبقى مش رياكتيف كفايه. طيب تعالى نشوف اكزامبلز لحاجه زي كده. قلنا مبدئيا لو اخذنا الالديهايدز وناخد ابسط الالديهايدز اللي هو الفورمالديهايد، الكربونيل بتاعته دي هي الموست رياكتيف كربونيل في اغلب الالديهايدز. ليه؟ لان لا الهيدروجين ده بيدي ولا الهيدروجين ده بيدي. طيب مين بعده؟ الالديهايدز التانية، لان هيبقى من ناحية هيدروجين ومن الناحية التانية في ار، الار بس هي اللي بتدي. مين وراهم في الرياكتيفيتي؟ الكيتونز، على اساس ان في 2 ار. طيب تعالى نمسك الار سواء بتاعت الكيتون او بتاعت الالديهايد، لو جواها جوه الار في الكترون دونيتنج جروب، ده يعمل ايه؟ المفروض ان ده يقلل الرياكتيفيتي. طيب لو جواها الكترون withdrawing جروب، المفروض ان ده يزود الرياكتيفيتي. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوفه. يعني لو عندك الكربونيل اهي ماسكه فيه CH3 من هنا وCH3 من هنا، اقارنها بالكربونيل نفسها لو ماسكه فيه CH3 من هنا وCH2 CH3 من هنا، واقارنها بالكربونيل لو ماسكه في CH3 من هنا وماسكه مثلا في CH2 ونيترو، يبقى مين الرياكتيف موست رياكتيف؟ طبعا ده هنا الهايست رياكتيفيتي. ليه؟ لان النيترو از ان الكترون ويذدروينج جروب. انا ماسكه فيها 2 ار بس في واحده فيهم ماسكه في نيترو جروب، بالتالي الكترون ويذدروينج، فده يعلي الرياكتيفيتي شويه. طب تعالى لده، لا المثل الزياده اللي انا زودتها دي بتقلل الرياكتيفيتي جدا لانها دونيتنج جروب، فاصبح ده اوحشهم. طيب وده وسطي، يبقى انا لو حبيت ارتب الرياكتيفيتي المفروض ان نمبر 1 اللي فيه النيترو، نمبر 2 اللي هو 2 ميثلز وبس، نمبر 3 اللي واحده من الميثلز عملت لها سبستيتيوشن بالكترون دونيتنج جروب. طيب لو حبيت اقارن الكلام ده بالاروماتيك كومباوندز ايه اللي هيحصل؟ تعالى قارن البنزالديهايد مثلا بالاذر اليفاتيك الديهايد زي مثلا سي الفورمالديهايد. البنزين المفروض ان هي الكترون دونيتنج ولا الكترون ويذدروينج؟ مبدئيا اللي كلمك على الاروماتيستي قال لك ان البنزين لا دونيتنج ولا ويذدروينج، البنزين بتعتمد على اللي ماسك فيها، لو اللي ماسك فيها شد منها هتديله وتبقى دونيتنج، لو اللي ماسك فيها اداها هتاخد منه وهتبقى withdrawing. طيب الكربونيل جروب بما انها شايله partial positive تبقى بتشد ولا بتدي؟ المفروض انها بتشد، حاجه شايله partial positive المفروض ان هي electron withdrawing group، بالتالي بتشد من البنزين، يبقى هنا البنزين اصبح بيتعامل معامله ايه؟ اصبح بيتعامل معامله الالكترون donating group وما بقاش withdrawing، لان الكربونيل بتشد منه، يبقى بما انه electron donating يبقى بيعمل ايه في positive charge؟ يبقى بيعمل ايه في positive charge؟ هو electron donating، يبقى بيقلل partial positive اللي عليها وبالتبعية يبقى بيقلل الرياكتيفيتي بتاعتها. طيب بالنسبة بقى للفورمالديهايد مفيش المشكلة دي فيه خالص. جميل، يبقى عشان كده بنقول ان الاروماتيك الديهايدز بيبقوا less reactive than الاليفاتيك الديهايدز، على اساس ان البنزين لان ماسك فيه الكترون withdrawing جروب هيبقى الكترون donating جروب، والكترون donating جروب كويسه كمان لان هو it's an electron reservoir for الالكترونز.
البنزين بيتعامل معاملة الإلكترون ريزرفوار. طيب حلو قوي الكلام. طب لو جيت أنا على البنزين ده، تعالى بالأخضر كده عشان تشوفها، حطيت هنا إلكترون دونيتنج جروب، أبقى بعمل إيه؟ أبقى بزود الرياكتيفيتي ولا بنقصها؟ حاجة إلكترون دونيتنج والبنزين أساسا بيدي، وكمان الدونيتنج اللي عليه بتدي، يبقى هو كده بقى دونيتنج عالي قوي، فبوظت الرياكتيفيتي. طب لو مسكت فيه إلكترون withdrawing group، ابقى بحسن الدنيا شويه. البنزين اذا الالكترون دونيتنج جروب، بس هو دلوقتي بيدي الاثنين، بيدي للكربونيل بتاعت الالديهايد بتاعتي، وفي نفس الوقت بيدي للالكترون withdrawing group الثانيه. فلما يدي للالديهايد بتاعتي يديها قليل، فكده ابقى بحسن الرياكتيفيتي شويه. تعال نشوف الكلام دوت. المفروض زي ما اتفقنا ان انت عندك الكربونيل بتاعتك اهي، عليها الكربون بتاعتها عليها partial positive، والاكسجين عليها partial negative. بيجي الاتاك يعمل نيوكليوفايل على partial positive ويفتح الدبل بوند، ويديني هنا الO شايله نيجاتيف، تقوم اخد الهيدروجين بتاع النيوكليوفايل، والنيوكليوفايل مسك في الكربون. قلنا ان الاتاك ده بيجي from above او from below، لان الكربون دي planar carbon، المفروض ان هي على نفس البلين هي والحاجات اللي معاها، وبالتالي هي الاتاك يجي من فوق او يجي من تحت. قلنا عندي تو ميكانيزم في الحاله دي، يا اما سترونج نيوكليوفايل يا اما ويك نيوكليوفايل. قلنا هما واحد، بس الفرق مين اللي حصل الاول، اتاك النيوكليوفايل وبعدين الدبل بوند اتفتحت، ولا الدبل بوند اتفتحت الاول وبعدين حصل اتاك النيوكليوفايل. قلنا في حاله السترونج، لو عندي حاجه زي اي حاجه شايله نيجاتيف زي الاو اتش، الالكوكسايد، السيانايد، اي حاجه من الحاجات دي بتعمل اتاك دايركتلي على الكربونيل لوحدها ومش محتاجه مساعده، تقوم مفتوحه الدبل بوند والاكسجين تشيل نيجاتيف، يقوم الهيدروجين بتاع النيوكليوفايل يجي يمسك فيها از بروتون عشان يعادل النيجاتيف تشارج ديت. قلنا الويك نيوكليوفايل ما بيقدرش يعمل كده، وهي اي حاجه عليها لون بير اوف الكترونز ما تقدرش تعمل كده، فانا من الاساس محتاجه اساعد باسيد ميديوم اللي هو البروتون. بدخل اسيد، اي انورجانيك اسيد، يقوم عامل بروتونيشن للون بير اوف الكترونز اللي على الاكسجين، يحط بوزيتيف تشارج على الاكسجين ويفتح الدبل بوند، وبعد كده الاتاك يقدر النيوكليوفايل يقدر يجي يعمل اتاك، وساعتها يسيب الهيدروجين بتاعه يرجع تاني للاسيد اللي انا لسه من لحظه فوق هنا هو اتاخد منه الاسيد بتاعه، البروتون بتاعه. ويبقى في الحاله دي معناها ان الاسيد هنا اذا كاتاليست، هو اتنازل عن البروتون بتاعه لحظه بس رجع استرده تاني، يعني زي ما دخل زي ما طلع، يبقى هو اتس ا كاتاليست. يبقى انا من غير ما تقعد تفكر كتير حطلك على السهم اسيد اتعامل معامله الويك نيوكليوفايل، ما حطيتش على السهم اسيد اتعامل معامله السترونج نيوكليوفايل. الميكانيزم واحد، هم عباره عن خطوتين، مساله بس مين الاول. يا اما اعمل اتاك نيوكليوفايل وافتح الدبل بوند وادخل الهيدروجين اللي هو البروتون، يا اما افتح الدبل بوند بان انا دخلت البروتون الاول وبعدين اعمل اتاك من النيوكليوفايل، مش فارقه مين فيهم الاول. ما تقعدش بقى تحفظ في كل رياكشن الميكانيزم بتاعه، هو ميكانيزم ثابت انا عطيته لك جنرالي اهو، وهفضل اعيده في كل رياكشن عشان ما تقولش الالديهايدز والكيتونز فيها 100,000 ميكانيزم. هو هنا في الحته دي كله ميكانيزم واحد، في الكوندنسيشن هزود عليه خطوه، وبعد كده الالفا اسيتيك هيدروجينز لها ميكانيزم بتاعها. اوكي، وبعد كده اتكلمنا على الفاكتورز اللي بتاثر على الرياكتيفيتي بتاعه الكومباوند ديت، فقارنا الالديهايدز بالكيتونز، قلنا ان انا عندي تو فاكتورز، الالكترونيك فاكتور والستيريك فاكتور. الموضوع كله بتاع الرياكتيفيتي قائم على ان الكربون دي تشيل بارتشر بوزيتيف، كل ما البوزيتيف اللي عليها كان عالي كل ما الرياكتيفيتي بتاعتها كانت عاليه، كل ما البوزيتيف اللي عليها قل شويه كل ما الرياكتيفيتي بتاعتها وطت، لان هي بتتفاعل مع حاجه نيوكليوفايل. يعني ايه نيوكليوفايل؟ يعني حاجه لافنج للبوزيتيف، بتدور على البوزيتيف، كل ما البوزيتيف زادت كل ما بقى احسن لها، كل ما البوزيتيف قلت كل ما بقى اوحش لها، وكل ما الكربون بقت less reactive. بناء عليه الالديهايد لانها عليها R واحده بس اللي هي donating والH مش donating، بتبقى more positive عن الكربونيل بتاعت الكيتونز، وبالتالي بتبقى more reactive. وبعد كده بدأنا نقارن الكومباوندز ببعضها، قلنا حاجه زي الفورمالديهايد عليه واحده بس، سوري عليه ولا R، عليه اتنين هيدروجين، بالتالي الاتنين are not donating، وبالتالي it's the highest partial positive الموجودة في تقريبا أغلب الالديهايدز والكيتونز، وبالتالي it's the most reactive compound.
بعد كده لو أخدت any other aldehyde زي الأسيتالديهايد بروبيونالديهايد أي aldehyde تاني هلاقيه less reactive عشان بقى فيه قراية بتدي، في حين الكيتونز بقى فيه 2R بيدوا فبالتالي بيقل الرياكتيفيتي جدا. قلنا لو الR دي سواء على الألديهايد أو الكيتونز دخلت فيها electron withdrawing group بتحسن الرياكتيفيتي أهو، حاجة زي النيترو هي الموست رياكتيف الكلورو وراها، في حين لو دخل عليها electron donating group ده بيقلل الباستيف اللي عليها وبالتبعية بيقلل الرياكتيفيتي بتاعتها. وبعد كده بدأنا نقارن بالأروماتيك ألديهايدز زي البنزالديهايد، وقلنا إن الأروماتيك ألديهايد less reactive نتيجة لأن البنزين هنا is donating. ليه البنزين is donating؟ لأن عليها كربونيل جروب which is a withdrawing group، فبالتالي البنزين بترضى تسمح لها إنها تاخد الإلكترونز منها فأصبحت كأنها donating، أصبحت كأنها بتديها، وبالتالي الكربون دي بقت less positive فالرياكتيفيتي بتاعتها نقصت. قلنا لو أخدت البنزالديهايد شخصيا بقارنه بالأذر ألوماتيك ألديهايدز، لو حطيت على الرينج إلكترون withdrawing group ببص ألاقيها بقت more reactive عن البنزالديهايد، لكن لو حطيت عليها إلكترون donating group بلاقيها less reactive عن البنزالديهايد. نيجي نشوف بقى إيه أنواع النيوكليفيليك أديشن رياكشنز اللي إحنا هنتكلم عليها. زي ما قلت لك انت ممكن تحط اي نيوكليفايل في الدنيا. يعني ايه نيوكليفايل؟ يعني حاجه شايله بارتشل نيجاتيف او شايله فول نيجاتيف او شايله لون بير اوف الكترونز. انا هديك 3 اكزامبلز. اول اكزامبل لو عملت اديشن للالكول كحاجه شايله لون بير اوف الكترونز بالتالي اتس ا ويك نيوكليفايل. هدي لك اكزامبل للجرينيرد كحاجه شايله بارتشل نيجاتيف، واخر حاجه هدي لك اكزامبل للسيانايد لما تعمل بيها اديشن على الكربونيل. كل واحد من دول لما اجي اعمل بيه اديشن على الكربونيل مش هتقعد تحفز ميكانيزم، هتشيل كلمه نيوكليوفايل وتكتب مكانها مره الالكول وادي الاكسجين اللي عليه، مره هتكتب الجرينيرد وهتعمل نفس الميكانيزم، مره هتكتب السيانايد وتعمل نفس الميكانيزم، بتعمل اتاك وتفتح لو مش حاطه اسيد ميديوم على السهم. لو حاطه اسيد ميديوم على السهم يبقى هتعمل الاول بروتونيشن وبعدين تفتح وبعدين تعمل الاتاك. تمام، تعال نشوف الرياكشنز دي ونشوف البرودكتس بتاعتها. اول خطوه قلنا لو انا عملت اديشن للالكول، لو انا عملت اديشن للالكول بيديني حسب اضفت 1 الكول مولكيول ولا 2 الكول مولكيولز. لو اضفت 1 الكول مولكيول يبقى اسمه هامي سواء بقى أسيتال أو كيتال. لو أضفت 2 alcohol molecules بقى اسمه الأسيتال أو الكيتال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت عندك آدي الكربونيل بتاعتك أهي، جيت أنت عندك هنا R وهنا يا H يا R تانية، جيت حطيت الألكول بتاعك، آدي الألكول أهو وادي اللون بير اوف الكترونز بتوع الاكسجين، عملوا اتاك وفتحوا دي، او عملت الاول بروتونيشن وحطيت بوزيتيف تشارج وبعدين عملت الاتاك. في كل الاحوال يبقى البرودكت بتاعك اصبح ار سي عليها الاو اتش وعليها الاو ار بتاعت الالكول اللي انت لسه جايبها من الالكول، وهنا سواء اتش او ار مش هتفرق معايا كتير. لو اتش هسميه هامي اسيتال ولو ار هسميه هامي كيتال. اسيتالز جايه من الالديهايدز والكيتالز جايه من الكيتونز. لو انت وقفت عند كده ده الهيمي وده very unstable وبيرجع تاني لوحده مع نفسه يتكسر ويرجع تاني، تقوم دي جايه قافله كده وتقوم ترضالي دي كده تاني. انما لو جيت حطيت a second molecule من الالكول ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان احنا متفقين ده weak nucleophile فببقى مستخدمه acid medium، فبيجي الاسيد يعمل بروتونيشن للون بير اوف الكترونز بتوع الاكسجين ويطرد المولكيول اوف ووتر، يقوم جاي يعطيني الار سي وعليها الاو ار والار من الناحيه الثانيه او الاتش وبقت شايله بوزيتيف، يقوم جاي اللون بير اوف الكترونز بتوع النيوكليوفايل بتاعي اللي هو الالكول يعمل سكند اتاك، بقت عندي السي شايله ار من ناحيه وار من ناحيه واو ار من ناحيه واو ار ثانيه من الناحيه الثانيه. يبقى اصبح عندك ده الاسيتال شخصيا، او لو كان جاي من كيتون يبقى الكيتال، وده الستابيليتي بتاعته اعلى شويه من الهيمي بس ستيل الستابيليتي مش حلوه. جميل، اللي احسن منهم كلهم حاجه اسمها السايكليك هيمي، السايكليك اسيتالز والسايكليك كيتالز. يعني ايه الكلمتين دول؟
سايكليك يعني ايه؟ انت عايز اتنين الكهول بار تحطهم جوه نفس الكومباوند. ازاي؟ خد الايثيرين جلايكول جواه او اتش من هنا واو اتش من هنا، وفعله مع الكربونيل كومباوند بتاعك. المفروض الاول ان هي تعمل اتاك وتفتح وتمسك، فبقى فيه هنا هو او والسي اتش 2 والسي اتش 2 والاو اتش لسه زي ما هي، وفي الاو اتش هعمل بروتونيشن واطير الاو اتش ديت، وبقى فيه هنا على الكربونيل بوزيتيف، تقوم جايه دي عامله الاتاك، تقوم معطياني ايه المنظر المشهور بتاع البروتكشن ده، اسمه السايكليك اسيتال او كيتال. هتعتمد على ايه، اسيتال ولا كيتال؟ هتعتمد على الاذر تو بوندز هنا، ار وار ولا ار واتش ولا اتش واتش. السايكليك اسيتالز والسايكليك كيتالز دي they are very stable compounds الا في الاسيديك ميديوم، لو حطيت عليهم اسيد ميديوم يكسر، انما لو حطيتهم في الكالاين او نيوترال ميديوم ما يكسروش. طب انا استفيد من حاجه زي دي في ايه؟ الفايده عاليه قوي. لو انت عندك رياكشن بتعملها على حاجه هنا في السايد تشين ديت، وخايف، ادي الار اهي، الار اهي، انت بتعمل رياكشن على الارز ديت، وخايف على الكربونيل بتاعت الالديهايد او الكيتون بتاعتك انها تتفاعل، انت مش عايزهم يتفاعلوا، تعمل ايه؟ تعمل لهم بروتكشن بالسايكليك اسيتالز. يعني ايه؟ يعني الاكزامبل الشهير بتاعنا، لو انت معاك كومباوند زي كده مثلا، معاك كومباوند في دبل بوند هنا، وبعدين معاك الالديهيد جروب، وانت عايز تعمل له اوكسيديشن، طلبك تعمل اوكسيديشن عشان تدخل هنا مثلا سيبل بيرمنجانيت، عشان تدخل هنا الاون الداي اون. لو انت عملت دايركت اوكسيديشن هتحول دي كمان لاسيد، بس مش ده طلبك. انت اكتشلي طلبك ان انت عايز الداي اون هنا اهوت، داي اول هنا اهوت، وعايز الالديهايد يفضل زي ما هو. تقوم تعمل انت ايه؟ تقوم جاي انت الاول تحط الايثيلين جلايكول على الكومباوند بتاعك، يقوم جاي عامل لك السايكليك كيتال مع الالديهيد جروب ديت، يبقى بقى عندك الكومباوند اهو زي ما هو، ودي بقت عامله السايكليك كيتال بتاعك. تيجي تعمل الاكسيديشن بيرمنجانيت يديلك الداي اول اهو، والسايكليك كيتال زي ما هي. بس خلي بالك هنا تستخدم في الخطوه ديت الكالاين او نيوترال ميديوم، اوعى تستخدم اسيد ميديوم. وبعد كده تقوم عامل اسيد هيدروليسيس، تبقى فكيت السايكليك اسيتال بتاعك. دي من اشهر الرياكشنز اللي مشهوره للالديهايدز والكيتونز، ان انا بعمل منهم اسيتالز او كيتالز. قلنا الهيمي اللي هي 1 مولكيول اوف الكحول بتبقى انستابل، الاسيتال او الكيتال شخصيا بيبقى مور ستيبل شويه، بس ستيل برضو الستابيلتي بتاعته مش عاليه. اللي الستابيلتي بتاعته عاليه السايكليك، ودول بيجوا من الايثيلين جلايكول مع الكومباوندز ديت، لكن لو حطيت اسيد ميديوم بيحصل لهم هيدروليسيس. وقلنا دول بيستخدموا فور البروتكشن اوف الكومباوندز دي. لو جينا شفنا الكلام دوت على السلايدز المنظمه، قلنا ان انا عندي هنا اهوت ال addition of الالكولز على الالديهايدز او الكيتون، سواء دي كانت R او H مش هتفرق معايا كتير، بيحصل اتاك من النيوكليوفايل ويديني البوند دي تتفتح ويديني الاسيتال الهيمي اسيتال، ولو كانت دي R كانت بقت الهيمي كيتال. قلنا في ميكانيزم تاني ايه هو؟ ان انا كنت اعمل بروتونيشن الاول هنا وافتح البوند، وبعدين اقوم عامله نفس الاتاك مره تانيه. قلنا الكومباوندز دي they are unstable وcannot be separated. الحل ايه؟ ان انا احط a second molecule of الالكول عشان اكون الاسيتال شخصيا او الكيتال، عباره عن الاسيتال كربون ماسكه في R و R و O R و O R، ممكن واحده من الارات دي تبقى H او الاثنين، المهم ان يبقى في O R و O R و two other bonds يا كربونز يا هيدروجنز، دول اسمهم الاسيتالز او الكيتالز، ودول الستابيلتي بتاعتهم اعلى من الهيمي اسيتالز او الهيمي كيتالز. وقلنا الفرق بين اسيتال وكيتال ان الاسيتال يجي من الالديهايد، انما الكيتال يجي من الكيتون. وقلنا بقى الهايلي ستيبل كومباوندز عن حتى الاسيتالز والكيتالز نفسهم السايكليك اسيتالز والسايكليك
كيتالز. قلنا دول ممتازين، بحضرهم ازاي؟ بالإيثيلين جلايكول، يجي يعمل هنا هو السايكليك ستراكتشر ده، وده السايكليك أسيتال أو السايكليك كيتال، وده very stable عادة في الأسيد ميديوم. بقدر استخدمه as a protecting group للالديهايدز والكيتونز في حال ان انا بعمل رياكشن على السايد تشين خايفة تبوظ لي هنا. بالتالي بقدر اعمل الرياكشن بتاعتي براحتي، بحط الايثيلين جلايكول اعمل البروتكشن، وبعدين اعمل الرياكشن اللي انا عايزة اعملها ايا كانت، وبعدين اقوم عاملها هيدروليسيس. الشرط الوحيد للرياكشن دي ان ما يكونش الرياكشن اللي انا عايزة اعملها على السايد تشين محتاجة اسيد ميديوم. الكالين ميديوم اوكي، نيوترال ميديوم اوكي، لكن لو محتاجة اسيد ميديوم هتتكسر البروتكتنج جروب بتاعتي وانا شغالة وابقى ما عملتش حاجة. نيجي للرياكشن اللي بعدها اللي هي الجرينيرد. احنا قلنا هناخد فيه الاديشن اوف النيوكليوفايلز 3 تايبس اوف نيوكليوفايلز، بس انا ممكن اجيب لك في الامتحان اي نوع تاني، الميكانيزم واحد والفكرة واحدة. احنا قلنا هناخد الالكولز وهناخد الجرينيرد وهناخد السيانو عشان دول لهم ابلكيشنز عالية قوي. اي حاجة تانية تمشي برضو ما تقولش لا، بس الابلكيشنز بتاعتها اقل فعشان كده ما بنركزش عليها. تعالى للجرينيرد. الجرينيرد عندك هيرتبط بايه اللي ماسك فيه الكربونيل؟ المفروض الميكانيزم بتاع الجرينيرد عبارة ان انت بتاخد جرينيرد الكايل ماجنيزيوم هالايد، المفروض ان الار بتاعته شايلة بارتشال نيجاتيف، بتقوم جاية الار عاملة اتاك وفاتحة هنا، يقوم على طيلك سي او والاو عليها نيجاتيف، وبعدين النيجاتيف دي متعادلة بماجنيزيوم هالايد شايل بوزيتيف، والار مسكت في الكاربون، وده يديلك الكول. بعد كده من الميديوم ياخد بروتون ويقوم عاطيلك OH وR. ناقص لي هنا 2 bonds، هنا 2 bonds، هنا 2 bonds. لو انا بدأ ب H و H يبقى 2 bonds دولت بقوا H و H، يبقى انت كده بقى معاك primary alcohol. تعال نحط بالازرق لو اختلف الموضوع، لو معايا R و H يبقى انت كده بادئ بالديهايد other than الفورمالديهايد. لما كان H و H ده كان الفورمالديهايد، لو بدأت بR و H يبقى ده اي الديهايد تاني، تنتهي هنا بR و H وتنتهي هنا بR و H. بقت الكربون بتاعت الالديهايد بتاعت الالكول شايلة كام كربون؟ شايلة كربون من هنا وكربون من هنا، يعني بقت secondary كربون، يبقى تطلع secondary الكول. تعال بقى نرسم بالاخضر، لو دولت عبارة عن R و R يبقى البرودكت اللي هنا R و R، يبقى أصبحت الكربون دي ماسكة في R و R و R، يعني 3 كربونز، يعني أصبحت tertiary alcohol. يبقى لو حبيت من الألديهايدز تجيب primary alcohol يبقى تستخدم الفورمالديهايد شخصيا مع الجرينيرد اللي انت عايز الR دي هترتبط بانت عايز الألديهايد يكون مين. لو عايز secondary alcohol يبقى ابدأ بأي aldehyde يعجبك، مش هتفرق مين هو، المهم ان الR اللي عليه تكون واحدة من الأرات اللي عايزها في الفاينل product على secondary alcohol. لو عايز tertiary alcohol يبقى ابدأ بكيتون. تعال نشوف الكلام ده على السلايدز المنظمة. اتفقنا ان انت الجرينيرد ممكن تضيفه للفورمالديهايد، ادي رياكشن عندك اهي، بيحصل اتاك من الجرينيرد على الكربونيل والباند دي تفتح. كده الجرينيرد مسك في الكربون بتاعت الكربونيل اللي كان عليها 2 اتشز واو، اهو ادي 2 اتشز واو، ومسكت في الار اللي كانت ماسكه في الجرينيرد اهي، مسكت في الكربون دي لان هي كانت عامله عليها اتاك، والنيجاتيف تشارج بتاعت الاكسجين تتعادل بالبوزيتيف بتاع المغنيسيوم هالايد اللي ساب هنا الار ديت للكربون. بعد كده بعمل هيدروليسيس بشويه ميه يقوم عطيني او اتش، وهنا طلعت برايمري الكول. قلنا لو عايزين secondary alcohol ابدا باي aldehyde other than الفورمالديهايد عشان هيبقى فيه الكربون الاولانيه اللي ماسكه فيه الالديهايد بتاعي، الكربونيل بتاعتي الاولانيه عليها كربون، وانا هدخل لها كربون ثانيه والاو هتتحول لاو اتش، فاصبح ان الكربون ماسكه في 2 كربونز، ادي واحده وادي الثانيه، وهو ده الديفينيشن بتاع السكندري كربون. السكندري كربون هي كربون ماسكه في 2 كربونز، البرايمري كربون هي كربون ماسكه في 1 كربون. فمن الاساس لازم ابدا بكربونيل ما عليهاش كربونز، لان انا هدخل الار بتاعت الجرينيرد اللي هي ماسكه في المغنيسيوم، فابدا بحاجه ما عليهاش كربونز خالص. عايزه سكندري يبقى انا عايزه عليها 2 كربونز، ابدا بواحده عليها كربون عشان هدخل الكربون الثانيه. عايزه تيرتشري يبقى ابدا بيها عليها 2 كربونز عشان ادخل الكربون الثالثه من الجرينيرد بتاعي واطلع بتيرتشري الكول. وعشان كده دايما نقول ان الجرينيرد
ما يوقفش عند الالديهايدز والكيتونز لان هو من ضمن الرياكشنز بتاعتهم. لو تفتكر في الاسيدز ولما كنت بقول لك كمان الميثودز اوف سينثيسيس اوف الكيتونز قلت لك مش مستحب انك تستخدم الجرينيارد على الاسيد ديريفيتيفز. ليه؟ لان انت في اول ستيب هتطلع الديهايد او كيتون، بس الستيب اللي بعدها على طول هتقوم تطلع الكحول، سواء بقى كان تيرتري الكحول لو انت بادئ بالديهايد سوري تيرتري الكحول لو انت بادئ بكيتون، او سكندري الكحول لو انت بادئ بالديهايد. انما مش هتقدر تقف عند الالديهايدز والكيتونز، ودي المشكله الكبيره بتاعه الجرينيارد. بعد كده اخر نيوكليوفيليك اديشن رياكشن موجوده عندنا هي انك انت تعمل اديشن للسيانايد، ودي ليه مهمه عندنا؟ علشان الابلكيشن بتاعت السيانو جروب نفسها. المفروض ان ده بيطلع لي كلاس مشهور قوي اسمه السيانوهايدرينز. لو انت عندك الكربونيل اهي بغض النظر بنظر ايه اللي ماسك فيها من هنا، جيت حطيت عليها السيانايد، طبعا السيانايد شايله نيجاتيف تشارج بالتالي اتس ا سترونج نيوكليوفايل. باجي اعمل اتاك على الكربونيل اللي شايله بارتشر بوزيتيف، يقوم جاي فاتح الباند اللي ما بينها وما بين الاكسجين، يديني سي مسكت في السيانو والتو باندز دول ماليش دعوه بيهم، ومسكت في اكسجين شايله نيجاتيف. الاكسجين شايله النيجاتيف ديت لو لقطت بروتون من الميه من الميديوم بتاعي هتبقى او اتش. الكلاس ده مشهور قوي اسمه السيانو هايدرنز، سيانو لان في سيانو جروب وهايدرنز عشان في او اتش جروب. يبقى ايه هي السيانو هايدرنز؟ عباره عن كومباوندز فيها سي والسي دي ماسكه في سيانو جروب من ناحيه وهيدروكسيل جروب من ناحيه. طيب ليه بنقول الابلكيشنز بتاعتها عاليه؟ عشان السيانو جروب طبيعتها انك لو عملت لها هيدروليسيس تتحول لكربوكسيليك اسيد، ولو عملت لها ريدكشن تتحول لامين. فايه اللي بيحصل عندك لو حاجه زي كده استخدمتها؟ فكر كده في البرودكتس اللي عندك. يبقى السيانوهايدرينز دول سكتك لكلاسز كتير قوي، يدخلك للامينز عن طريق ان انت دخلت السيانو جروب وبعدين عملت لها ريدكشن، وبس مش بس امين، دي امين بيتا لاو اتش لان انت حولت الكربونيل دي لاو اتش، فبقى عندك او اتش. انت شوف دخلت كام فانكشنال جروب هنا، الاول حولت الكربونيل لاو اتش وكمان عليها سيانو، السيانو دي انت كنت قادر انك تعمل لها ريدكشن وتحولها لامين، يبقى انت دخلت امينو جروب وكمان هيدروكسيل جروب، يا اما عملت لها هيدروليسيس وحولتها لكاربوكسيليك جروب، فبقى عندك تو فانكشنال جروبز جداد، الكاربوكسيليك اللي انت دخلتها والاو اتش اللي انت حولت الكربونيل لها. يبقى انت ممكن تحضر الفا هيدروكسي اسيدز من الكربونيل كومباوندز، وممكن تحضر بيتا امينو هيدروكسي كومباوندز. يعني يا اما عندك هنا ادي الكربون بتاعه الكربوكسيليك جروب، هنا هي البيرنت بتاعك الفا لها في او اتش، هنرسم الكلام ده بلون تاني. الكربوكسيليك اهي هي البيرنت، اول كربون بعدها اسمها الالفا كربون في عليها او اتش، يبقى انت حضرت الالفا هيدروكسي اسيدز بالطريقه دي، ودي حاجة مميزة جدا. تعالى هنا بالنسبة لدولت، ادي الامين بتاعك اهو الفا ما عليهاش حاجة، وبعدين بيتا عليها هيدروكسي، يبقى انت كده حطلت بيتا هيدروكسي امينز. ودول تو كلاسز ميجر وكبار، وجم منين؟ جم من الاديشن اوف السيانو على الكربونيل كومباوندز. انت حطيت سيانو على كربونيل كومباوندز ادالك السيانو هايدرنز جاست اتاك، تفتح الباند وتحط اتش جنب الاو اللي شالت نيجاتيف، كده بقى عندك السيانو هايدرنز. لو عايز كربوكسيلي جروب الفا للاو اتش ديت يبقى هتعمل هيدروليسيس، لو عايز امين هتعمل ريدكشن، بس خلي بالك ان الريدكشن بتاعت السيانو بتدي السي اتش 2 الاول وبعدين الامين، لان السي دي بيحصل لها ريدكشن والنيتروجين بيحصل لها ريدكشن. كده دي الاديشن رياكشنز. خلينا نبص بس على السيانوهايدرينز على السلايدز. زي ما قلنا ادي الكربونيل اهو، عملت اديشن عليها بالسيانو ادالك السيانوهايدرينز، وقلنا دول مهمين جدا علشان بيهم تقدر تحضر الالفا هيدروكسي اسيدز والبيتا هيدروكسي امينز، يعني دخلتك لكلاسز كتير جدا من الكومباوندز. كده خلصنا ان انت تعمل addition of the nucleophile اللي هو the first type of reactions، وبعدين نبدأ نتكلم على the condensation ان انت عملت addition للنيوكليوفايل وبعدين عملت removal of a molecule of water. بيتم ده ازاي؟
المفروض ان انت عندك الكربونيل بتاعتك اهي، دخلت انت عليها نيوكليوفايل عمل الاتاك وفتح البوند دي، فادالك السي وادي الاو واخدت اتش من الميديوم وادي النيوكليوفايل. الفكرة بقى كلها هنا هو راجعة لحاجة من اتنين، الستركتشر اللي قدامك ده انا ما حطيتش بقية البوندز بتاعته. لو النيوكليوفايل بتاعك شايل اتش، this is one option، بعد ما عمل الاتاك لسه شايل اتش، والاوبشن التاني النيوكليوفايل مش شايل اتش بس الكربون بتاعة الالديهايد او الكيتون بتاعتك كانت شايلة اتش، يعني كان في هنا من هنا كده، خليني اشاور لك عليها عشان تشوفها، كان في الكربون دي جنبها هنا في كربون عليها اتش اهي، ادي الكربون الاصلية بتاعتي اهي جنبها كربون عليها اتش، دول التو اوبشنز اللي عندي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الاتش ده بيطلع كده يقوم طارد الهيدروكسي، فتبص تلاقي عندك الكربون مسكت بدبل بوند في النيوكليوفايل هنا ودي كوندنسيشن رياكشن. الاوبشن الثاني ان هنا الهيدروجين هو اللي يطلع ويقوم مطلع لي الدبل بوند ما بين التو كاربونز بتوع الالديهايد نفسهم والنيوكليوفايل يبقى سنجلي بوندد. الاكزامبلز المشهوره اللي عندي هنا الامينز، الامينز بكل انواعها. تعال نشوف يعني ايه الامينز بكل انواعها وكل نوع هيعمل معايا ايه. يعني مثلا لو انا عندي الكربونيل كومباوند بتاعي اهو وعملت له رياكشن مع برايمري امين، البرايمري امين عليه كام هيدروجين؟ 2. تيجي النيتروجين دي تعمل الاتاك وتفتح البوند يقوم عطيني السي عليها الاو بالنيجاتيف وبعدين الان عليها الاثنين اتشز بتوعها والار وشالت بوزيتيف، يقوم جاي واحد من الاتشز يمشي ويمسك في الاكسجين وبقت عندي N وعليها H والR، يعني بفقد واحدة من الهيدروجينز أثناء الرياكشن. الهيدروجين التانية لسه موجودة، تقوم طردالي الOH وعطياني الإيمين اللي هي الكوندنسيشن أو بنقول عليها الشيفتس برودكت، عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أنا أخدت، لو بصيت في الاوفرول رياكشن بتاعه الكومباوند ده، ان انت اخدت الاثنين هيدروجينز دولت مع الاكسجين ديت، وبما ان الكربون كان دبل بوندد للاكسجين والامين كان معاه اثنين هيدروجين دول كده مشوا مع بعض والنيتروجين مسكت في الكربون بدبل بوند، ده الاوفرول بتاعها. تمام، وريتك الميكانيزم. طب لو كانت الامين بتاعي سكندري ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى في السكندري امين ان انت عندك الكربونيل اهي، جيت فعلتها مع امين سكندري امين، يعني في ار هنا وار هنا واتش واحده، الاتش الواحده دي هتمشي اثناء الرياكشن وبقى عندك السي ماسكه في او اتش وماسكه في الان اللي عليها ار وار، مفيش اتشز من ناحيه الامين. تبص بقى تبدا بقى الكربون دي تبص من الناحيه الثانيه، لو في اتش جنبها من الناحيه الثانيه تاخده وتعمل بيه الكوندنسيشن فتديني سي دبل بوندد سي وان عليها ار وار، بس اتفقنا ان ده شرطه ايه؟ ان يبقى فيه هنا السي عليها اتش. لو فكرت في ده ادي دبل بوند يبقى اسمها ان وبعدها امين، يبقى ده اسمه الان امين. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لما يبقى عندك كربونيل كومباوند لو جيت حطيت عليه برايمري امين يعمل كوندنسيشن ما بين الاثنين اتش دولت والاو ديت ويدي لك ايمين، بنقول عليه اسمه الايمين او الشيفس. لو جيت حطيت عليه سكندري امين يعمل نفس الكوندنسيشن في الاول، سوري يعمل نفس الاديشن في الاول، يبقى ادي الار والار مسكوا في الان اللي بقت ماسكه في السي والسي دي عليها او اتش، لو جنبها من هنا مفيش هيدروجين خلصت الرياكشن على كده، انما لو في هيدروجين تديني الان امين، ادي الان عليها ار وار وماسكه في السي اللي دبل بوندد للسي اللي جنبها وتديني الان امين. شرط الان امين ان يكون الكربون اللي جنبها هنا عليها هيدروجينز، لو ما عليهاش هيدروجينز لو كل اللي عليها كربونز يبقى خلاص الرياكشن هتقف عند المرحله بتاعه الهيدروكسي والامين وتخلص الرياكشن. في نوع تاني من الامينز مشهور، طبعا لو تيرتشري امين ما يتفاعلش اساسا، فكر كده في التيرتشري امين، لو انت معاك تيرتشري امين هو ما عليهوش اتش علشان تمشي
عشان يقدر يعمل الاتاك اللون بير اوف الكترونز. لو جه عمل هنا اتاك وشالت ال N بلس ما لهوش اتش علشان تمشي. المفروض ان الطبيعي كان بيبقى فيه اتش هنا تمشي تعادل دي وتروح تعادل دي، ده مش موجود، بالتالي الرياكشن دي ما تمشيش. التيرتشري امينز ما تتفعلش، البرايمري تديني الامين والسكندري تديني الاين امين. ناقص نوع من الامينز، ايه هو؟ لو بدل ما انا كاتبه ار كده اهوت شلت الار دي وحطيت اي حاجه تانية، حطينا واي، نفس الرياكشن بتحصل. ادي معاك اهو، وفي معاه هنا اهوت الكربونيل، نفس الاتاك ده هيحصل اهو، ودي هتفتح ويديني السي ماسكه في الاو اتش وماسكه في الان، عليها الاتش وعليها الواي، وتقوم جايه الاتش ماشيه ويقوم عطيني السي ماسكه في دبل بوند مع الان، والان ماسكه في واي. الواي هنا بقى مش ار، الواي هنا other groups. ايه الاكزامبلز المشهوره اللي عندي؟ الاكزامبلز المشهوره اللي عندي ان الواي دي تكون بتساوي او اتش او تكون بتساوي امين تاني. ايه اللي بيطلع في الحاله دي؟ فكر كده، لو انت معاك الامين اهو بنقول ده اسمه الهيدروكسيل امين، تعالى فعله مع الكربونيل يقوم عاطيلك السي دبل بوندد للان والان ماسكه في او اتش، دول اسمهم الاكزيمز وهتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل. لو كان عندك الامين ماسكه في امين تانية ده اسمه الهيدرازين، وفي الحاله دي لما تفعله مع الكربونيل يديلك سي دبل بوندد لان وبعدين في الان اتش 2 اللي هنا، ده كانه الار بس انا هنا بدل شايله الار وحاطه مكانها الواي اللي هي السبستيتيون دي. دول لو تفتكرهم كانوا مشهورين جدا في الولف كيشنر، وبرضو هنتكلم عليهم، دول اسمهم الهايدرا زونز. وممكن ال N دي تبقى substituted، يعني بدل ما هي NH2 تبقى NH وفينل مثلا، يبقى فينل هايدرا زونز and so on. تعالى نتكلم على الكلام دوت ونشوفه مع بعض على السلايدز. قلنا لو انت عندك ال primary amines المفروض ان انت بتعمل اتاك سواء كان strong nucleophile او weak nucleophile mechanism. في strong nucleophile عملت البروتونيشن ده، فتحت البوند وراح جاي الامين عامل الاتاك وداخل عطيني الاول الستيب الاولى اللي هي ان الامين دخل، الامين لسه عليه اتش عشان هو primary، تمشي الاتش وتمشي معاها الاو اتش. اول ستيب دي الادشن، تاني ستيب دي الاليمينيشن. اتفقنا انت ممكن تمشيها بالاسيد ميكانيزم كده اللي هو الويك نيوكليوفايل، او كان ممكن تعمل الاتاك على طول زي ما انا رسمتها لك بايدي وتبقى وشيت بالسترونج نيوكليوفايل. طبعا المستحب هنا الويك نيوكليوفايل لان دي عليها لون بير اوف الكترونز، بس لو ما حطيتلكش اسيد ميديوم هتمشي بالسترونج ميكانيزم عادي خالص. جينا بعد كده عندنا خطوه الاليمينيشن، قلنا الاو اتش تطلع، لو كان في الميكانيزم اللي انا حطاه عاملاه قبل كده ما فيهوش اسيد يبقى الاتش دي هي اللي هتطلع الاول وتقوم طارده بعد كده الاو اتش. لو انا الميديم عندي اسيد يبقى بروتونيشن هنا الاول وبعدين الاتش تاخد بعضها وتطلع ويديني الشيفس بيز او بنقول عليه الايمين. ميزه الايمينز ان انت لو عملت ريدكشن للدبل بوند دي تبقى حضرت امينز، الامين اللي يعجبك انت كده حضرته. نيجي بعد كده نشوف لو شلنا الار من على الامين ورحنا حاطين مكانها واي، يعني اي سبستيتيون تانية غير الالكل جروبس العادية. اتفقنا في الاتاك والبوند فتحت وبعدين بقى عندي هنا اهوت السي ماسكة في او اتش وماسكة في ان، عليها الواي وعليها الاتش التانية بتاعتها. قلنا في مولكيول اوف ووتر بتمشي والدبل بوند بتتكون. برضو لو مش حطيت اسيد ميديم همشي بالميكانيزم بتاع الويك نيوكليوفايل عادي خالص مفيش اي مشكلة. قلنا الاكزامبلز ان الواي تبقى او اتش ممكن، تبقى ان اتش 2 ممكن، او الان اتش تبقى سبستيتيوتد باي حاجه زي الفنل. الاو اتش تديني الاكزيمز، الان اتش 2 بتديني الهيدرازونز، ولو كانت سبستيتيوتد تبقى فنل هيدرازونز. قلنا الهيدرازونز دول مشهورين جدا لما بتحط الهيدرازين على اي كربونيل كومباوند في وجود صوديوم هيدروكسيد، كان المفروض ان انا معلماك الرياكشن دي من هنا لهنا على طول. قلنا اي كربونيل كومباوند تحط عليها هيدرازين في وجود صوديوم هيدروكسيد تدي لك ريدكشن وتدي لك الالكين. كان المفروض الميكانيزم بيمشي ازاي؟ بيدي الهيدرازون الاول وبعد كده بيحصل له ريدكشن ويدي الالكين.
الرياكشن دي مشهوره وتعطيتها كذا مره قبل كده especially في السينثيسيس الميثودز اوف سينثيسيس بتاعه الالكينز. كان لو تفتكر في لها اختها اللي شبهها كانت الكلامنزن، بس الكلامنزن ما كانتش مرتبطه بالهيدرازون بالهيدرازينز والهيدرازونز هنا اهو، وكانت الزنك والميركري والاتش سي ال، وكانت برضو بتطلع لك البرودكت بتاعك اللي هو الالكينز. بس زي ما قلنا ده مش هي دي الرياكشن بتاعت الهيدرازونز، انا هنا بقول الابليكيشن بتاعت الهيدرازونز. بعد كده عايزه اشوف الاوكسينز والابليكيشنز بتاعتهم. الاوكسينز بيبقوا يا الد اوكسينز يا كيت اوكسينز. يعني ايه الد اوكسينز ويعني ايه كيت اوكسينز؟ الد يعني من الالديهايدز وكيت يعني من الكيتونز. يعني لو انا اوريدي كان عندي ار وار وكربونيل وجيت حطيت عليها ال NH2OH متفقين ان ده بيمشي ومع ده ويمسك لي دبل بوند، ابص الاقي البرودكت بتاعي عباره عن R وR وادي ال C دبل بوندد لل N اللي ماسكه ال OH. لو كان بقى الكومباوند بتاعي الديهايد نفس الكلام هيحصل ويديني ال R والH ماسكين في C اللي بقت دبل بوندد لل N اللي ماسكه في ال OH. ده الكيت اوكزيم وده الالد اوكزيم حسب هو جاي منين. طيب ايه اهميه الكومباوندز ديت؟ الكومباوندز دي مهمه لسبب. اولا الكومباوندز دي لها ستيريو كيمستري. ليه؟ خلينا نبص على الكومباوند لو رسمته حلو بقى، انا الاول بوريك ازاي بيطلع. تعالى بقى نشوف لو رسمته حلو. لما انت يبقى عندك السي دبل بوندد للان وعليها الاو اتش، الاو اتش دي اتجاهها يا فوق يا تحت بغض النظر هي فين، احنا عادة بنرسمها لتحت. المفروض ان هنا في اتنين R، واحدة فيهم سن للـ OH ديت والتانية دي سن والتانية دي انتي للـ OH. واحدة موجودة في نفس الاتجاه مع الـ OH بسميها سن لها، والتانية عكسها ضدها. تعالى نرسم العكسها دي بالاخضر والتانية عكسها، واحدة من فوق والتانية من تحت، واحدة يمين واحدة شمال. ده هنا هو الجيومتريك الايزوميريزم الطبيعي خالص بتاع السيس والترانس لو تفتكروا. بس في حالة الاوكزينز عشان انا ما عنديش الكلام ده لو تفتكر شبه كده. كان بيبقى ده اسمه سيس ولو نقلت الار هنا يبقى اسمه ترانس. بس ليه؟ لان انا عندي ال two atoms او الدبل بوند لها من هنا two valences ومن هنا two valences. الفكرة بقى فوق هنا ان الدبل بوند بتاعتي لها من ناحية، الدبل بوند بتاعتي لها من ناحية two valences اللي هما ال R وال R، ومن الناحية التانية one valency بس. فما بنقدرش نقول كلمة cis و trans، بنقول بقى الكلمة الجديدة بنقول sin و anti، ودول بتوع الاوكسينز. تعال نطبقهم بقى مع بعض ونشوف يستخدموا ازاي. اول حاجة انت عندك هنا هوت ادي الC وادي الدبل بوند N. لو انت عندك فور اكزامبل ميثيل وفينيل وفي الاو اتش، احب اسمي كومباوند زي ده اقول ايه؟ قدامي اوبشن من اتنين، يا اعتمد على الفينيل، والفينيل في الحالة دي تعتبر سن للاو اتش فاقول ده سن فينل. وبعدين في مثل اقول المثل انا لازم اذكرها، وبعدين اقول ايه كيت اوكزين. يا اما كنت اتعامل مع المثل نفسها، المثل هنا تعتبر ايه بالنسبه للاو اتش؟ بص كده على المثل بالنسبه للاو اتش انتي، فاقوم قايله ايه انتي، مين اللي انتي؟ المثل. وبعدين اقول اسم الفينل، وبعدين برضو ده كيت اوكزين. ده كده بالنسبة للكيتوكزيمز. طب بالنسبة للألدوكزيمز ايه الأخبار؟ بالنسبة للألدوكزيمز المفروض ان انت عندك C ودبل بوند N اهي. الC الـ N عليها الـ OH بتاعتها عادي، والC عليها R ايا كانت، سي هنقول حاجة زي الفانل كده و H. تمام؟ ده اسمه ألدوكزيم. الألدهايد اللي هنا اسمه ايه؟ بنزالدهايد. يبقى ده البنز ألد أوكزيم.
طب هو سين ولا انتي؟ قال لك انسى بقى الار خالص كانها مش موجوده، وتعامل مع الاتش بالنسبه للاو اتش. لو هم بالنسبه لبعض سين، يبقى ده السين بنز الدوكسين. طب والتاني اخوه التاني، لو كان الاو اتش هنا والفينل هي اللي هنا والاتش هي اللي هنا، كده اصبحت الاتش والاو اتش بالنسبه لبعض فين؟ انتي. يبقى ده الانتي بنز الد اوكسين. كده اتكلمنا على الستيريو كيمستري بتاعتهم. طيب ايه اهميتها دي، او ازاي اقدر افرق بين دول ودول؟ في عالم كبير اسمه باكمان عمل الباكمان ري ارينجمنت. الباكمان ري ارينجمنت دي رياكشن مشهوره جدا بتقدر تميز لي الكومباوندز دي من بعضها، وبتعتمد على الستيريو كيمستري بتاعتهم وبتوضحها، بتقول لي مين اللي سين ومين اللي انتي بيزد على الرياكشن اللي جاي. باكمان قال لك ايه؟ قال لك لو انت عندك الكيتوكزيم اهو، هو بدا الاول بالكيتوكزيم وحط هنا هو تسي نقول مثل، المهم لازم نميز الارات عشان نشوف ايه اللي هيجرى، وحط هنا فينل وادي الاو اتش. قال لك لو اخدت ده وحطيت عليه اسيد ميديوم، زي اي رياكشن بتتعمل في اسيد ميديوم، لو عندي اكسجين عليه لون بير اوف الكترونز، لما احط اسيد ميديوم بيحصل له بروتونيشن ويفقد مولكيول اوف ووتر. ايه اللي بيحصل؟ المفروض بقى عندك السي دبل بوندد للان اللي شايله بوزيتيف تشارج، وهنا لسه فيه ميثيل وهنا لسه فيه فينل. اللي بيحصل ان الكربون تقدر تشيل البوزيتيف احسن من النيتروجين، عشان النيتروجين از مور الكترونيكتيف ذان الكربون. فواحده من الجروبس دولت تحصل لها مايجريشن وتنقل للنيتروجين. انهي واحده بقى؟ اللي كانت انتي للاو اتش. ليه؟ لان العمليه بتحصل سيمالتينيس، مش زي ما انت شايف كده ان دي تمشي، مش زي ما انا رسمت كده هوت قدامك، احنا بس للتسهيل بنعملها. مش المفروض ان دي بتمشي الاول وبعدين دي بتنقل، المفروض ان اثناء ما دي بتطلع دي بتنقل على طول. بالتالي اللي لازقه فيها لو دي بتطلع دي دخلت، بقى عامل بالظبط زي اللي بيحصل على ابواب الترام والاتوبيس واي مواصله عامه، الناس بتدخل وتطلع من نفس الباب، فكانت بتبقى النتيجه النهائيه ان الناس ممكن تقع تحت العجل بتاع الترام وتتاذى. الناس بتبقى بتخبط في بعضها عشان اللي عايز يطلع عايز يطلع بسرعه، واللي عايز يدخل عايز يدخل بسرعه، فبيخبطوا في بعض وهم داخلين وهم طالعين. فدي كده حاجه مزعجه. الافضل ان يبقى زي مثلا حاجه زي مثلا فتح الله زي كارفور، عامل لك باب للدخول وباب للخروج، بحيث الناس ما تخبطش في بعضها وهي داخله وهي طالعه في بعضها من بعضها. بالتالي الطبيعي ان اللي عكس اتجاه الاو اتش هو اللي ينقل، عشان ما يخبطش فيها وهو داخل وهو بينقل، هي تطلع من تحت هو يدخل من فوق، يبقى بعيد عنها خالص ما يضايقهاش. فاللي هينقل بس هو اللي في الانتي بوزيشن. ففي الحالة ديت ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ اللي حصل عندي دلوقتي ان الميثيل اللي كانت في الانتي هي اللي نقلت على النيتروجين، والفينل هي اللي باقية هنا. طبعا الكربون دلوقتي بما ان الميثيل نقلت بكل الالكترونز، ده عبارة عن ميثايد شيفت، نقلت بالالكترونز بتاعتها، فالكربون شالت بوزيتيف تشارج. البوزيتيف تشارج دي از ستابلايزد باي ريزونانس، ما تنساش ده. وعشان كده الميثايد شيفت ده بيحصل، اولا لان الكربون كان اكوموديت البوزيتيف تشارج عن النيتروجين، ثانيا لما الكربون هي اللي هتشيل البوزيتيف تشارج، النيتروجين ساعتها هتساعدها باللون بير اوف الكترونز بتاعها. طيب هيفضل الوضع كده مجرد ستابلايزيشن؟ لا طبعا، الميديوم بتاعي انا لسه مطلعه في ميه، الميه الاكسجين بتاعتها عليها لون بير اوف الكترونز، تقوم جايه عامله اتاك على الكربون اللي بقت شايله بوزيتيف تشارج. ادتني ادي الفينل وادي السي بقى عليها او واتش، وطبعا كان في اتش ثانيه هتمشي عشان تشيل البوزيتيف اللي على الاكسجين، وبعدين بقت دبلي بوندد للنيتروجين اللي عليها سي اتش 3. جميل. نيجي بعد كده بعد ما الهيدروجين مشت ايه اللي هيحصل؟ بيحصل توتوميريزم، ما ده اينول، ادي اين وادي اول، ده اينول، بيحصل توتوميريزم، فيقوم عطيني ادي الفانيلا اهي ماسكه في سي دبل بوندد او، وبقت سنجل بوند ان اتش ميثيل. حلو قوي الكلام لحد هنا، باكمان خلص. بس انا عرفت منين مين اللي ماسك في مين؟ ما انا عندي الاثنين ار بتوعي الاصليين اللي كانوا ماسكين في ال كربون بتاعت الاوكزيم بتاعتي، واحده فيهم دلوقتي بقت ماسكه في النيتروجين والثانيه لسه ماسكه في الكربون زي ما هي. واتفقنا اللي نقلت النيتروجين هي كانت انتي للاو اتش.
اعرف حاجه زي دي منين؟ ولا حاجه، بعد ما اخلص بكمل اقوم عاملها هيدروليسيس. تعالى ارسم الكومباوند اللي كان هناك، ادي الاهي ودبل بوند او وان اتش والميثيل. تعالى اعمل لده هيدروليسيس، ايه اللي هيحصل؟ يديلك بنزويك اسيد هتدخل هنا او اتش، مش الهيدروليسيس يدخل هنا يحول ده الاسيد، هنا تدخل او اتش وهنا تدخل اتش، ويديلك الميثيل امين. ادي كده وان برودكت. طب لو كان الوضع عكسي، خلينا نشوف نشوف كومباريزن ما بين التو كومباوندز. لو انا اتفقنا، لو انا كان عندي ده عندي حاجه، ولو انا كان عندي التاني هيبقى عندي حاجه تانيه. في الباكمان ده هيعمل ايه؟ هيديني دي اللي هتنقل، وفي الباكمان هنا دي اللي هتنقل، اللي هي دايما انتي للاو اتش. تعال نشوف البرودكت ده، ادي الفينل لسه ماسكه في السي اللي بقت كربونيل، وبقى عندي هنا ان اتش سي اتش 3. طب وهنا في الباكمان المفروض ان الفينل هي اللي نقلت، فبقى عندي سي اتش 3 هنا ودبل بوند او، وادي ان بقت ماسكه في الفينل. اتفقنا ان الاو اتش دي بتطير بالكامل. طيب تعال اعمل هنا هيدروليسيس، بقى عندك هنا البنزويك اسيد ومعاه الميثيل امين. طب تعالى اعمل هنا هيدروليسيس، بقى معاك الاسيتيك اسيد ومعاه الانيلين. طب تقدر بالسيمبل كالر رياكشنز اتعطت لك في المعمل تميز ما بينهم؟ اه تقدر. فكر كده معايا بالراحه، البنزويك اسيد كان لما بيتحط عليه نيوترال فيريك كلورايد، كنا بنعمله نيوتراليزيشن ونحط عليه فيريك كلورايد، كان بيدي باف بريسبتد، في حين الاسيتيك اسيد لما كنت بعمله نيوتراليزيشن واحط عليه فيريك كلورايد كان بيدي ريد كالر. يبقى واحد فيهم يديني ريد كالر، واحد فيهم يديني باف بريسبتد. يبقى انا قدرت اعرف بالباكمان مين السن ومين الانتي. الكومباوند اللي كان معايا من الاساس كان سن ميثيل زي هنا، ولا كان سن فانيل زي هنا؟ ده حاجه مميزه جدا للباكمان، بتعرفني الجيومتريكال ايزوموريزم بتاع الاوكزيمز، مين فيهم اللي كان سن ومين فيهم اللي كان انتي. طب الكلام ده في حاله الكيت اوكزيمز. طب في حاله الالدوكزيمز في حاجه شبه باكمان، هي نفس المعنى بتاع باكمان. انت عندك في الالدوكزيمز ايه بقى؟ الاو اتش دي في مكانها زي ما هي، مره يبقى السن والار هنا، ومره يبقى الانتي. احنا قلنا السين والانتي في الالدوكزيمز مرتبطه بالاتش بالنسبه للاو اتش، والار هنا. تعال احط على الاثنين دول اسيد ميديا كانك بتعمل باكمان. ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى ان هنا هوت، خلينا في ده الاول الانتي، اللي هيحصل ان البروتونيشن هتحصل، دي هتمشي تقوم دي ماشيه، يقوم اعطيني ده. تعال اعمل هنا هتعمل البروتونيشن، لو دي مشت الار ما تعرفش في الحاله دي تنقل، لان ساعتها السي عليها اتش بس، فما تقدرش تشيل بلس تشارج. متفقين الاتش السي اللي مش برايمري ولا سكندري ولا تيرتشري اللي هي الميثيل لا يمكن احط عليها بوزيتيف تشارج، ما تشيلهاش، ما فيش ستابيلايزيشن. بالتالي الرياكشن ده يديني نيجاتيف رياكشن. يبقى انا لو عملته على الانتي الد اوكزيمز يديني السيانو كومباوندز، او لهم اسم تاني عندنا اسمهم النيتريلز، والاقي في رياكشن بتحصل. انما لو عملته على السن الد اوكزيمز يديني نيجاتيف رياكشن. تعال نشوف الكلام ده على السلايدز. اتفقنا ان احنا عندنا الاوكزيمز اهيت، الاوكزيمز عباره عن سي دبل بوندد لان وماسكه في او اتش. ده لو كانت ار كان بقى عادي ايمين عادي، انما لما بشيل الار واحط مكانها الاو اتش بالهيدروكسيل امين بيديني الاوكزيمز. قلنا الاو اتش هنا، هنا الدبل بوند دي عامله جيومتريكال ايزوموريزم شبه بالظبط السيس والترانس، بس لان النيتروجين ملهاش بوند ثانيه فبقول عليه السن وانتي. الموضوع كله مرتبط بالاو اتش، البوزيشنز بتاعت الحاجات بالنسبه للاو اتش. هنا الفينل جنب الاو اتش تبقى هي السين فينل او انتي ميثيل، والناحيه الثانيه دوت مين اللي جنب الاو اتش؟ الميثيل. يبقى ده السين ميثيل او الانتي فينل،
وبعدين بقول الاسم التاني وكلمة كيتوكسين. قلنا لو بتكلم على الالديهايدز بيبقى ساعتها الدوكزيم، وساعتها الموضوع كله مرتبط بالاو اتش والاتش. الاو اتش بالنسبه للاو اتش فين؟ هنا بالنسبه لبعض هم على تو اوبوزيت سايدز من الدبل بوند، يبقى ده الانتي. هنا على نفس السايد من الدبل بوند يبقى ده السن. قلنا عندي الباكمان ري ارينجمنت، خلاصه الباكمان انك تاخد ده تحط عليه اسيد ميديوم، يحصل بروتونيشن هنا، دي تمشي والجروب اللي كانت انتي للاو اتش تنقل على النيتروجين. ادي البرودكت، يدي يا ده يا ده حسب كان اوريدي مين فيهم اللي انتي. انا هنا مش رسمها بالستيريو كيمستري فمستحيل احدد، لو جيت رسمتها بالستيريو كيمستري بقدر اعرف. هنا الكومباوند ده اما ارسمه لك في الامتحان كده تبقى انت مش عارف تنقل الفينل ولا تنقل الميثيل، لان انا مش محدده لك مين فيهم اللي انتي للاو اتش وهي اللي هتتنقل. لو جيت بقى رسمته مظبوط يبقى هنا مين اللي انتي؟ الميثيل اهي، يبقى بعد ما يحصل له بروتونيشن ويمشي الميثيل هي اللي هتنقل الانتي لو. اتفقنا ان الكربون لما بتشيل البوزيتيف في لها ستابيلايزيشن، وبعدين الميه اللي لسه طالعه هنا اهي تيجي تعمل عليها اتاك وتديني الاو اتش اللي هو بقى عندي الاينول فورم. ادي الاين واول، بس كل الفرق ان بدل كربون نيتروجين، بس في الاخر اينول اللي هو موجود في توتوميريزم مع الكيتو فورم. وقلنا ان الابلكيشن بتاع الباكمان مهم قوي لانه بيعرفني مين اللي كان سن ومين اللي كان انتي. اتفقنا ان الباكمان ما بيتعامل على الالد اوكزيمز بدل الكيتوكزيمز، بدل ما تنقل الجروب اللي في الانتي الاتش بتمشي لو كانت في الانتي. لو الاتش بتاعتي كانت في الانتي تمشي مع الاو اتش ويدوني ماينس لاس اوف ووتر ويديني النيتريلز. لو كانت الاتش سن للاو اتش الرياكشن ما تمشيش اساسا. وقلنا اهميه الباكمان في حاله الكيتوكزيمز ان هو بيقول لي مين اللي كان في الانتي. اللي كان في الانتي هو اللي هينقل النيتروجين، اللي كان في السن هيفضل على الكربون ويديني الاسيد لو عملت هيدروليسيس اللي انا اقدر اكشف عليه واعرف مين اللي كان في السن ومين اللي كان في الانتي. بعد كده اخر رياكشن عندنا اللي كنا اتكلمنا عليها، لو تفتكر احنا قلنا نوع الكوندنسيشن رياكشنز دولت هناخد 3 examples. البرايمري امينز نفسهم دول ادوني الايمين اللي هو الشيفز بيز، وقلنا لو سكندري امين لو في الفا اسيديك هيدروجين للكربونيل هيديني الاين امين. افتكر الكلام ده اتقال في الاول خالص مع الاليمينيشن او الكوندنسيشن رياكشنز. يبقى احنا قلنا عندنا 3 انواع من الرياكشنز دي، يا اما primary amine ويديني الشيفز بيز، يا اما secondary amine يديني الان امين، يا اما اشيل الار دي واحط مكانها substituents زي امينو جروب تانية او هيدروكسي جروب. امينو جروب تانية ده الهيدرازين ويديني الهيدرازون، وبالتالي اقدر استخدمه في الولف كيشنر ريدكشن رياكشن ويديني الالكينز. ولو كانت او اتش دي الاوكزيمز سواء كانت الد اوكزيمز او كيت اوكزيمز، وشفنا الباكمان از ا فيري امبورتنت رياكشن للاوكزيمز ديت، وشفنا الستيريو كيمستري بتاعتهم. كده بارت 2 خلص، وبعد كده في بارت 3 هنتكلم على الرياكشنز اللي باقيه من الالديهايدز والكيتونز اللي هم الرياكشنز اوف الالفا اسيديك هيدروجين. لو تفتكر احنا اتفقنا ان الرياكشنز بتاعت الالديهايدز والكيتونز 4، يا اما اعمل نيوكليوفيليك اتاك وده كان اخذنا له 3 examples اللي هم الكيتالز والاسيتالز لما بعمل addition of alcohol، وكان الاديشن اوف الجرينيرد وقلنا ده يديني يا برايمري يا سكند يا تيرشري حسب نوع الالديهايد او الكيتون اللي بستخدمه، والسيانايد اللي كانت بتديني الساينوهيدرينز. وبعد كده قلنا السكند تايب اوف رياكشنز اللي هو الرياكشنز الكوندنسيشن رياكشنز اللي هي بيحصل فيها اديشن اوف نيوكليوفايل فيرست فولد باي اليمينيشن اوف ا مولكيول اوف ووتر، ودي اخذنا فيها الاكزامبلز الامينز بانواعها. خدنا 3 تايبس من الامينز، خدنا البرايمري اللي ادانا الشيفز، خدنا السكندري اللي ادانا الانامين، واخدنا الامين ديريفيتيفز اللي هي الهيدرازونز والاوكزينز. ناقص لنا الثيرد والفورث تايب من الرياكشنز بتاعت الالديهايدز والكيتونز. الثيرد تايب اللي هو الرياكشنز نتيجه للالفا اسيديك هيدروجين، ودول مجموعه كبيره من الرياكشنز. وبعدين هنمر سريعا على الاكسيديشن ريدكشن رياكشنز بتاعه الالديهايدز والكيتونز. الثري والثيرد تايب من الرياكشنز والفورث تايب دول في بارت 3
من الألديهايدز والكيتونز.